هل شاهدتم من قبل آلات لتنظيف الشوارع مثل هذه؟ في الحقيقة هناك الكثير من آلات التنظيف الموجودة الذكية والتي تسهل علينا تنظيف الشوارع. هيا بنا نرى هذه الآلات، ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. منظف الطريق، هل رأيتم الطريقة الإبداعية في تنظيف هذا الطريق؟ استجابة لحملة من أجل طريق نظيف التي أطلقتها الصين واستجاب لها الشعب الصيني، قامت إحدى القرى بابتكار هذه الآلة لتنظيف الشوارع بطريقة أسرع وأقل مجهوداً، فقاموا بتركيب المكانس هذه في إحدى المحركات وأبدعوا طريقة فريدة من نوعها. عند تدوير هذا المحرك والمشي بالسيارة سيتم تنظيف الشوارع وكنسها بطريقة سريعة وغير مكلفة. وفقاً لبي بوستينج أونلاين، قالوا إن هذه الآلة تستخدم مكانس عادية جداً مكونة من 20 واحدة لتنظيف الشوارع، وبهذا الاختراع البسيط استطاعوا تنظيف الشوارع بامتداد يبلغ حوالي 40 كيلومتر. هذا رائع حقاً، أليس كذلك؟ تنظيف مجاري الصرف الصحي. الآن يوجد ماكينة خاصة في الهند لتنظيف القمامة التي تترسب على جانب الطريق. السيارة التي تسمى بروك إس ألدورا 880 تم صناعتها بواسطة إحدى الشركات الألمانية، وتم شراء هذه السيارة في عام 2016 من قبل الحكومة الهندية. هذه السيارة فعالة جداً لأنها تستطيع تنظيف القمامة من مجاري الصرف الصحي، وكذلك يوجد بها خزان لهذه القمامة. تنظيف الأنفاق. هذه السيارات العملاقة مهمتها هي تنظيف الأنفاق. تم صناعة هذه السيارة بواسطة إحدى الشركات والتي تسمى كولاس. هذه الشركة متخصصة في إنشاء السيارات التي تعمل على إعادة تهيئة الطرق وتمهيدها، وكانت فكرة صناعة هذه السيارة مستوحاة من آلات تنظيف السيارات آلياً، ولكن هذه المرة كانت لتنظيف الأنفاق. وغير ذلك فإنها لا تحتاج إلى إضافة الصابون أو أي مادة أخرى لتنظيف النفق، فقط يتم استخدام المياه بصورة وكمية معينة ليتم التنظيف كما هو مطلوب. الدراجة الكانسة. هذه المرة من أندونيسيا يا شباب، ولكن هذه المرة هو اختراع خاص بالطلاب، فلقد قام أحد الطلاب والذي يدعى نيجر صابريغار إحدى طلاب قسم الهندسة الميكانيكية، فلقد قام باختراع دراجة لتنظيف الطرقات. طريقة عمل هذه الدراجة سهلة جداً وغير مكلفة بالمرة، فهي تعمل بالتبديل فقط مع توصيل الجنزير ببعض التروس لكي تدور المكانس الموجودة بها. فهي تحتوي على 4 مكانس موجودة في الجزء الأمامي من الدراجة، والمكنستان التي على اليمين واليسار هي فقط التي تدور لكي تنقل القمامة إلى المخزن الموجود بالأسفل. فعلاً إنه عمل رائع. تنظيف الشواطئ. تتنافس الشركات على صنع محركات وآلات لتسهيل رصف الطرق والحفر وغيرها، إلى أنه تم التنافس هذه المرة على صنع آلة لتنظيف الشواطئ. ووفقاً لموقع بيبكات.com، هذه الآلة تستطيع تنظيف كل القمامة الموجودة برمال الشواطئ واستخراجها بطريقة النخل. هذه الآلة لديها القدرة على تنظيف مساحة 15,000 متر مربع في خلال ساعة واحدة فقط. باستخدام هذه الآلة نستطيع تنظيف الشواطئ بطريقة فريدة من نوعها واستخلاص الشوائب والأخشاب من الرمال لتصبح نظيفة مرة أخرى. ما رأيكم يا شباب؟ أي من هذه الآلات هو الأفضل بالنسبة لكم؟ أخبرونا بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة إذا أعجبكم الفيديو. مع السلامة وشكرا لكم.